سلام البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كتشوفوا معايا انا هنايا عندي تحت السروال طويل، بغيت نقصو ولكن ضروري نرجع ليه التكفيفه ديالو الاولى اللي كانت معاه في السروال، يعني بلا ما تبان بان ناقصه. اول حاجه كناخذ الطول ديال اللي بغيت، كناخذ القياس ديالو مقاد، نقطعها على القياس اللي خديت، قياس مستقيم. هذه اول خطوة. بعد ما قطعتها كناخد دوك الطروفة اللي حيت منها، هذاك التراس اللي تراسيت، انه انا ما كنبين اني ما غنقش نقطعها ونخلي فيها اقل من نصف سنتيم. داك القياس ديال الصباط فيه غتشد ليا الخياطه، غنقطعها كامله، نحيد لها داك الزياده كامله. كيف كتبان هي اقل من سنتيم، يعني واخا ما مقاداش انا غنقاد من بعد. كنقطعها كامله دايره نفس الطريقه، غنديرها للطرف الاخر. هكا كتجي من بعد ما قطعت الاولى. كناخذ اول حاجه كنتاكد ان وجهتني نفس القياس ديال القياس ديال الرجل ديال السروال. الا ما كانتش نفس القياس، الا كانت هي كبيره بالمقارنه مع الراس ديال الرجل كنقصها، ولا كان السروال اكبر منها كندخل في السروال شويه، يعني كنخلي نفس القياس. من بعد ما قطعتهم كاملين كنفكوا ديك الخياطه الاولى، الخياطه الاولى ديال السروال كنحلها كامله، ما كنخليهاش مسدوده، كنفسقها كاملة. وهاديك نص قل من نص سنتيم اللي خليت هي اللي غنشد فيها الخياطة. من بعد ما فتقتها كناخذ السروال، انا السروال ما قالبه ما والو، كنخلي القياس على الوجه ديالو، كندخل داك الدوره ديال القياس اللي قطعت، كنقاد الخياطه مع الخياطه، كنشدها بالفنيت باش ما يعواش ليا. ضروري كنشوف نفس الموديل ديال الخياطه اللي كاينه، يعني ما نقلبش الجهه اليمنيه مع الجهه اليسريه، تجي نفس الموديل. ضروري كندير نفس اللون ديال الخيط، هو نفس اللون ديال السروال باش ما يجينيش مخالف ويجيني مبين باني نقصتو. كندوز الخياطه الاولى، هذه الخياطه الاولى من الداخل كامله، كندورها كامله لتحت، كتشوفوا معايا. من بعد ما كملت الدوره كامله كنقلب السروال، كنرجع ديك العطفه اللي حليت، كنرجعها لداخل، وكنحاول نخشي داك هذاك الشيء الزايد، كنكون هذا الشيء كامل كنخشي من الداخل. الا بانت لي شي حاجه غليظه ولا شي حاجه كنقصها بالمقص باش ما تجينيش العطفه ديال تحت مدعزه ولا غليظه في المرجل.
يعني سورتو بحال هاد البلاصاج اللي فيها الخياطه، يعني كنقصها باش تشدو زيها في الماكينه بطريقه سهله. انا كنخشي هذيك الزياده اللي كاينه ونعاود ندور الخياطه الثانيه، ولكن هذه المره من الفوق وعلى الخياطه الاصليه. دابا من برا ديال السروال وكندوزها كامله على الخياطه ديالها بنفس الطريقه، كندير الجهه الثانيه. كنكمل الخياطه ديالي كامله، وهذه هي النتيجه كي كتشوفوا، ما كتبانش اني نقصتو، حتى الخياطه كتكون نقيه من الداخل ومن برا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك الفيديو، وشكرا لكم.